مرحباً، هل تذكر الأهداف العالمية التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ بحلول عام 2030؟ إذا حققناها سنقوم بتحسين حياة الجميع، بما في ذلك حياتك أنت. إذا فكرت في ذلك في المكان الذي تعيش فيه، في مدرستك وفي ملابسك وحتى فيما تأكله، جميعها مرتبطة بالأهداف العالمية. في الواقع إن للطعام في طبق قصة فريدة يرويها عن الأهداف وكيف يمكنك المساعدة في تحقيقها. إنها فكرة غريبة، ولكن غداءك ربما يكون قادراً على تعليمك أكثر حتى من معلميك. أعني، هل سبق وأن فكرت في من يصنع الطعام الذي تأكله؟ كلا، ليس أنت أو أبوك أو أمك أو الطاهي في مدرستك. قبل تلك المرحلة، من هم الذين يساهمون فعلياً في زراعته وتجهيزه وتعبئته؟ ماذا تعرف عنهم وعن حقوقهم؟ ماذا عن الرحلة التي يسافر فيها طعامك قبل وصوله إليك؟ يبدو الأمر غريباً جداً، ولكن المسافة التي يقطعها طبق طعامك من المرجح أن تكون أكبر من المسافة التي تقطعها أنت في السفر خلال عام كامل. ولعلمك، إن بعضاً من هذا الطعام في بعض البلدان ينتهي به المطاف إلى سلة المهملات. وحالما يصل الطعام إلى طبقك الخاص، هل يحوي الكمية المناسبة لك والتي يمكن أن تعطيك الطاقة المناسبة للتعلم في المدرسة؟ الجميع يحتاج ذلك. وكما ترى، إذا فكرنا قليلاً خارج صندوق الغداء، فإن كل شيء نأكله لديه قصة ليرويها حول الأهداف العالمية. ولهذا السبب أريد منك أن تشارك في مشروع ممتع. الأمر بسيط، كن محققاً لصالح الأهداف العالمية واتخذ القرار بشأن وجبة من الوجبات التي تريد القيام بالاستجواب وببعض التحاليل حولها ومن ثم إعطائها نتيجة ما. يمكنك مشاركة ذلك معنا ومشاهدة ما يفعله الآخرون من جميع أنحاء العالم أيضاً، غير أن أفضل شيء هو التفكير فيما يمكنك القيام به لتحسين نتيجتك والمساعدة في العمل من أجل هدف عالمي. نحن في لهفة لسماع ما يمكنك القيام به لمساعدة كوكبنا وجميع من فيه.